فؤاد الزهراني، بقاو معنا اللحظة مشاهدينا الوجه الجزائر الشقيقة. غادي نستضيفوا مصمم أزياء، غادي عرفنا باللباس التقليدي، مش يعرفنا طبعا اللباس التقليدي الجزائري معروف، ولكن غنشوفوا الابتكارات الأخيرة ديالو، آخر تشكيلة اللي مقترحة خصيصا وحصريا لصباحية الدزام رفقة ليلى حديوي طبعا. وفي فقرة اللباس التقليدي كيف ما وعدناكم، سعيدة جدا باستضافة فنان مصمم جنة من الشقيقة الجزائر كريم أكروف، اللي غتقدم لنا الجميلة ليلى حديوي اللي وتاها الكراكو بطريقة جنونية ما شاء الله. يعطيك سميرة، شكرا ليك. فلناخذ الرأي ديال الضيف ديالنا سي كريم، كيفاش جا الكراكو على ليلى؟ نقول لكم دابور صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك. هذا شرف ليا نكون معكم، صافي لونتون ملي تلاقينا دوبي لونتون، حنا تنقول باغي ليزيفينمون في باريس اي تو باش ندوز. انا نحب بزاف المغرب، واول مره اللي نشارك معكم في دوزام. مرحبا، وان شاء الله تكون عاده وندخل من عندكم ونفتح في المغرب ان شاء الله. انا بعدا نبغي نقول لك مرحبا بك لاول مره عندنا في صباحيه دوزام، وانا فرحانه بزاف اللي جيتينا، وجيتينا بلا كوليكسيون ديالك. انت مصمم ازياء عالي عالمي، لان تبارك الله عليك معروف بارتو دون الموند، ها في الولايات المتحده الامريكيه، في اوروبا، في الشرق، لبستي دي ستار اي دي ستار، يعني تبارك الله عليك درتي 20 عام في هذا الميدان هذا. غتحكي لنا سي كريم كيفاش وصلتي لهاد الشهره العالميه بعدا، وفي ليجيبت في مصر سميره كيمشي كيعرفوه الناس، كيشدوه تصاور معاه في فرنسا. انا لاحظتي فرنسا كذلك تعرفوا ما شاء الله. دونك نبغي نقدمك للمغاربه اللي كيشاهدوك، وحتى الناس اللي كيشاهدوك عبر صباحيه الدوزام، نقول لهم بان كريم أكروف مشى العالميه. كيفاش احكي لنا كيفاش بديتي هاد القصه ديالك ديال الازياء؟ كريم أكروف، انا عايش بين باريس والجزائر، قريت عملت دراستي في باريس، وكي دخلت الجزائر بديت بالدكاكين ملابس النوع الرفيع من روب دو سواري تو مع اكبر المصممين في العالم. دونك يا اون بيني وبينهم جي توجور ايمي لا اوت كوتور، لا باز تاعي سيتي سا. وعندها دوك واحد 11 سنه قلت علاش من الناس يقولوا لي عندك موهبه، علاش ما تخيطش، ما ديرش التصميم تاعك. مي كي درت التصميم تاعي كنت نتمنى تكون عندي بلاصه باغمي لي كرياتور الجيريان. عمري ما كنت نحس باللي كريم أكروف يعاود يلحق من الاوائل في الجزائر. ولحقتي ما شاء الله حتى في العالم، وفي الجزائر ولحقت حتى العالم. هذه اظن نعمه من عند ربي. لبستي امراء، لبست امراء، لبست العائلات الملكيه، عملت في الاردن، في الكويت، في الامارات، في دبي، لبستي دي ستار، دي ستار، جمانه مراد، تكلا شمعون، نسرين طافش، العائلات الملكيه في الاردن، في قطر، في كثير البلدان العربيه. وتبارك الله عليك دائما كيعيطوا لك في البلدان كاملين، كاين شي عرض ازياء انت الاول اللي كتكون في اللائحه، يعني ما كتعقش. هذا هو اللي كي تنقول شابو شابو با. عايش هو سي فريك سي فاتيغون، الناس تحسب هي حاجه سهله. لا لا ماشي سهله، انا نقول لك حتى واحد ما تيوصل بالسهل. فوالا لازم تاع باش نوروا التراث تاعنا الجزائري. تبارك الله عليك، وداك الشيء غزال. انا عرفتي باش روعه سميره، هذا اللباس تبارك الله كاملين من الجزائر لهنايا راه ثقيل ثقيل. وتنشكروا على تحمل العناء السفر، وانه لبات الدعوه ديال صباح الخير. لا والله بك بليز. شكرا لك سي كريم. ودابا هنايا كنشوفوا اون غوب مع اون كاب ديالها. فوالا افيك اون كاب كيما هي لابسه، مخدومه بالفيل فيل دور بالشعره، وكامل افيك دي بيرل بريسيو كيما كتشوفي. درت اون كاب التبطين درتي بالموجة غزال مع بحال الحجيرات اللي كاين. فوالا دونك واخا وإلى جهة من الجزائر هذا نقدروا نقولوا قسنطينة عنابة. قسنطينة وعنابة، قسنطينة. هاد البيسات هادو كتلبسهم اون ماريي ولا اون انفيتي؟ ميم اون انفيتي ال بو بورتي باسكو يا دو كغون مارياج في الجزائر كيما عندكم وكل. دونك عادة العروسة تحب تلبس، وحتى اللي تحضر تلبس. دونك حنا عندنا في المغرب تلبسوا الخضر في وقت الحنة، انتم عندكم انتم شي طقوس؟ نو احنا نلبسوا لو بيج في الحنه ان جينيرال. لو بيج لو بوا دو روز لي كولور باستيل. اوكي فوالا في الحنه ان جينيرال. انت تبارك الله عليك قلتي لي بان عندك 100 امبلوي في لاتوليي ديالك. تبارك الله، راه ماشي سهله. باينه غير في هذه اللبسه هذه ما شاء الله، خاصها تكون واش فوالا باش كدوز عندك اون شين. دوك واش كيشد لك الوقت؟ شحال كاين دي زاسيستون كاينين اللي يعاونوني، وكاين توت اون اكيب باش نقدر ندير لا كوموند تاع الناس. انا بعدا بغيت ندير تحيه خاصه للام ديالك اللي كتشاهدنا عبر صباحيه الدوزام دائما، وكنبغي نقول لها صباح الخير ومرحبا بك. تنتي عندنا المغرب دائما تتبعك، دائما كتكون معك لي ديفيلي.
دائما تشجعك دائما كتساندك. هي يعني صباحيه دوزام منتميه للمجتمع الجزائري، ما كانش لما يشوف صباحيه دوزام كل صباح بدون مجامله. دونك سي بور سا اللي معكم، الله يبارك عليكم ما شاء الله الام. احنا فخورين بالمتابعه ديال اشقائنا الجزائريين. يعيشك يعيشك. الوغ نرجعوا للكاراكو، كنشوفوا بان هذا سي كاراكو بالساتان. وي دونك هذا سي ان كاراكو كيما راكم تشوفوا، احنا معروفين الجزائر بالكاراكو. انا كنت كنتش عارفه ما دير الكاراكو، ما قال شي حاجه سميتها الكاراكو. غادي تورينا اللي لابسات انت لان جاكتيف تخي جولا اللي لبساته اليوم، اللي لبساته في المانيا ثاني جهه عملنا عندها شهر الكحل، عمل ضجه هنا في المغرب حتى في الجزائر. مليح تكون ثقافه هكا بين البلدان وهي اصلا ثقافه مشتركه. مشتركه فوالا، رانا المغرب بلاد وحده يعني. خاوه خاوه عندك خاوه خاوه. تعجبني هذه المسألة خاوه خاوه. ان شاء الله ربي يدوم وان شاء الله. احنا اترافيغ الملابس ندخلوا التراث تاعنا الجزائري ويكون التمازج بين البلدان. فوالا التبادل الثقافي والتراث. فوالا دونك انت كدير لي طاي ولا تدير غير دي بيس اونيك ولا تدير؟ لا انا ندير لي طاي 38 باسكو نعمل بزاف لي ديفيلي في العالم، ومن بعد كي تجي العروسه ولا لا ولا لا كليونت كتلبس. عرفتي اون ديغي الف ليله وليله. هذا يسميوه في الجزائر الغليله، يعني الغليله سي تراث جزائري من وقت القصبه، من وقت الاتراك، من وقت الاتراك. هذاك السروال شنو قلتي لي سميتو؟ سروال ندور. ندور ندور ندور. كاين سروال ندور اللي ياخذ 6 متر، كاين اللي ياخذ 12 متر، بكري كان يلبسوا 12 16 بصح تلقى عندنا نديرو. سي تخي جولي. الله يعطيك الصحيحة. فوالا. هادشي تيهبل. يعيشك ما شاء الله عليك. والخدمة مخدومة بالشعر. عندكم بيان سور كلشي باليد انتم كديروا؟ كلشي يدوي، احنا كلشي اليد، العاملة اليدوي. سي تخي جولي. هذاك الجيلي اللي تقدر تلبسه بوحدو ياك؟ والغليلة احنا العروسة دير الكراكو، دير الغليلة، تبدا بالغليلة اون جينيرال ومن بعد تصدر بالكراكو ومن بعد تكمل بالكراكو ومن بعد تكمل بلا غوب بلون. تلبس الكادورة، تلبس الشال. هذه البلوزة، هذه البلوزة حبيت نجيب لكم البلوزة الفلسانية فوالا اللي مخدومه بلا دونتيل وكامل يدوي اللي راك تشوفي. بدأتي في البلوزه هنايا؟ البلوزه يعني سا توجور اكزيستي، مي كل واحد يجيب البصمه تاعو. كيعطي فوالا كيعطي لا توش تاعو دو لارتيست. فوالا تري فيمينين تري فوالا. حبيت نوري لكم شويه من كل رومانسيك هذه البلوزه من القطر. انا كنبقى فان دو كاراكو. كل حاجه وبلاصتها، ولكن حماق على الكاراكو. مي حنا التراث تاعنا غني بكل لي توني. الاثوب ديالك كريم، منين كتجيب الاثوب ديالك؟ من الجزائر كتلقى لي تيسيو؟ الوغ لي تيسيو كان حنا في الجزائر، مي سينو نجي من ايطاليا، من باريس، من دبي، من فوالا دي تيسيو. وانت تبارك الله عليك دائما في ديفيلي، دائما عندك ان بروشان ديفيلي قلت لي في سلطنة عمان. ان شاء الله عندي يوم لو 26 ديسمبر في سلطنة عمان ان تري غونت ايفينمون اللي راح نشارك كجزائري، هذا شرف ليا. هنيئا لنا بك. يعيشك ربي يعيشك. شوف ليلى كيفاش جات. بس ما شاء الله الكراكو احنا هذا يسميوه سلوى الشلقه. الشلقه الشلقه الشلقه. دونك هذا من الجزائر العاصمه. هي الله يبارك يعني، اني سكت الهضره ما صلى على النبي عليها وصلى على النبي على الخدمه ديالك السي كريم. يعيشك سورتو كونت لا توني اللي بيان بورتي فوالا دون بوكو دو. واخا عامره سا غيست صبغ لان هذيك لا كولور اونيغ غالبه و لو طو دو بريونس مركز بلاصه وحده. فوالا سي اون هارموني توت ايتي متناسق. هذا هو الدور المستقبلي. شنو دار لك سابيرا؟ نكملوا العرض ديالنا مع السي كريم لان باقي عنده شي حويجات زوينين مازال وان شاء الله. دونك هنا كنشوف واحد لا غوب عاوتاني بشكل اخر وافيك اون كاب. قندوره انا نحب بزاف القندوره. هذه اون غوب ولا قندوره؟ قندوره. حتى تعيطوا لها قندوره. احنا نسميوها القندوره. القندوره قسطيني على النبي. تبارك الله عليك كريم. ما كانش عروسه ما ديرش قندوره في عرسها في الجزائر. واخا كريم هذيك الزواقه اللي لتحت. هذاك الزواقه اللي لتحت هذيك الشعره سي لانكروستاسيون دو دونتيل. انسويت نديروا لها الشعره فتله اي انسويت افيك دي بيير سومي بريسيو. سي بوكو دور دو ترافاي يعني يد العامله هذه تقريبا ثلاث شهور. تبارك الله. لكن تنحسوا بان كاين الخدمه وداك الشيء ثقيل، عندك لي تيسيو ديالك ثقال تبارك الله اللي كي كنحسوا بالخدمه اللي فيه. اي نبغي نسول سك مثلا
كي تبقى في نفس مثلا هاد لا روب ولا شكون سميتو نتوما لا بلوز الكندوره كتبقاو كتبدلوا غير كتبدل غير حيت الموديل كيبقى هو لو ميم بحال بحال كاراكو مثلا كيتبدلوا غير في فوالا لي مانش جينيرال سي افيك دي بوتيت مانش هكذا ولا وعندنا ثاني في الجزائر نديروا لي لا دونتيل دو كالي لي مانش في سنتينا في العادات الجزائريه كما الغليله دونك انا جو مودرنيز ان بو دي فوا ميم ديرش بور دوني اون ا لامبرسيون كو سي اون روب دو سواري يعني بالنظريه ديال كريم مكروف اون روب دو سواري مي هي الاصل يبقى الكندوره ولا كاب دائما في العراس يحبوا يخرجوا هكا سي شيك سي شيك سا دون ان بتي كوتي اون كاب انا بدك كيعجبوني لي كاب باسكو جو تروف سا تري شيك اون لو سي لي لا اون لو سي جادور سا ماتش جو تروف سا تري تري شيك اي مودرن دايور انت لي مونتو تتلبسيهم بحال الكاب اكزاكت فوالا وهادي سي هادي نجيب لكم الشاوي قندورة الشاوي لا مدينة باتنا يعني هي في الجزائر الشاوية فيها واحد اللمسة إغريقية شي فوالا أنا درتها هما يديروها بلا دونتيل يديروها بلا موسلين تو أنا درتها بتافتا إي لا جي مي تافتا رجع بزاف تخي توندونس هاد لي بيجو سي كريم سي هما تقليديين تقليديين جزائريين اللي يديرهم العروس نهار العرس تاعها بالشاوي تلقاها بلا دونتيل دونك هذا فخر لنا وانا درتو بلا دونتيل دو كالي وعاودت تحل عندنا في المغرب سي كريم ان شاء الله رانا في الدراسه سي سور ان شاء الله غادي يكون اقبال وما كرهناش حكا مغاربه يحلوا في الجزائر والجزائر يحلوا مغاربه كاينين في الجزائر يعني فريمون ما شاء الله ان شاء الله احنا نزهه البوري اكزاكتومون نزهه البوري اللي نحيوها هي زميله امبارح نهضر مع اخت احنا اللي وشافت معنا في جورج 5 باريس شوف 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 اسامي راه كان سي بو سي شيك عرفتي كاين الدغافي تيجي غزال كاين واحد لا توش مودرن اوروبيان سي لو بوت فوالا هادشي اللي كنلقاو عند كريم ماكروف فوالا هو التراث دائما يكزيستي في اي بلد كيبان عندكم في لا فام اللي شيك لا واي سيده من العالم تقدر تلبس هادشي يعني فوالا هذا هو اسيدي تبارك الله عليك فريمون نورتينا وفرحت اللي جبتي لنا هاد لي موديل اللي هما رائعين بزاف وان شاء الله ما تدخلش علينا بلي موديل جالك مره جايه مرحبا بك وهذه دعوه لكل اشقائنا الجزائريين الفنانين والمصممين مرحبا بكم صباحيه دزان البرنامج مفتوح لكم في اي وقت تشرفونا شكرا لك ليلى حديوي شكرا سي عكروف من خلالك الشكر للاشقاء الجزائريين بقوا معنا غادي نختموا حلقه اليوم مع ليلى شوي